وينضم إلينا عبر الهاتف قائد مركز القيادة والتحكم بمرور منطقة الرياض المقدم عبد الله المحارب. مع هذه الأمطار مقدم عبد الله، هل هناك مواقع شهدت تجمعات للمياه وكيف تتعاملون معها لتنظيم سير الحركة المرورية؟ أهلا وسهلا، مساء الخير لك وحييك وحيي المستمعين والمشاهدين. أولا نحمد الله على هذه الأمطار، نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة في عمر بها أرجاء البلاد. كانت بداية طول الأمطار من الساعة 8:30 صباحا بعد الذروة الحركة الصباحية، حيث شهدت كثافة من الحركة المرورية نتيجة الأمطار، ولله الحمد لم يكن هناك أي عوائق تذكر ولله الحمد. نعم. تم نزول ما يقارب 300 فرقة مرورية لتسهيل حركة السير، بالإضافة للورديات المستلمة على الساعة 12 مساء. حيث تم التعامل ولله الحمد مع جميع تجمعات المياه في عدة مواقع من قبل الجهات المعينة في وزارة النقل وأمانة منطقة الرياض مشكورين. وكذلك هيئة تطوير منطقة الرياض. وتم التعامل تم. تفضل. مقدم عبد الله، حالات الزحام أثناء سقوط الأمطار أمر طبيعي بلا شك، لكن هل هناك خطة معينة لتفادي وقوع الحوادث؟ صحيح، كان تعامل الزملاء بمثل هذه الحالات بكفاءة عالية جدا، ولا تزال هناك عن هذه اللحظة طول الأمطار على بعض المربعات. وتم الجاهزية لها بإذن الله تعالى. ما طبيعة هذا التفاعل مقدم عبد الله؟ لا، الحمد لله رب العالمين، الزملاء يتعاملون معها بكثافة في تكفيل الرمبات، في تحويل الحركة، في إيقاف الشاحنات حتى تكون السيارات الصغيرة دخولها للمناطق بكل سلاسة إن شاء الله. مقدم عبد الله، مع القوانين الجديدة للمرور، هل هناك عقوبات خاصة يتم رصدها ضد المستهترين أثناء هطول الأمطار؟ نعم صحيح. ما طبيعة هذه المخالفات؟ طبعا من المرات الخاطئة عدم التجاوب مع رجل المرور. هل يتم مصادرة السيارة أو حجز السيارات؟ نعم صحيح، في بعض المخالفات للتهور والسرعات العالية. إذن كان معنا عبر الهاتف قائد مركز القيادة والتحكم بمرور منطقة الرياض المقدم عبد الله المحارب، شكرا جزيلا لك.